بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. مرحبا بتلاميذ تالت إعدادي في صحيح فرد محروس رقم واحد الدورة الثانية في مادة الرياضيات من اقتراح الأستاذ حباني النجم. إذا نبدأ على بركة الله بالإجابة على التمرين الأول. إذا في هذا الفيديو سوف نشاهد فقط التمرين الأول، وفي الفيديو الثاني سوف نشاهد بقية التمارين. لنبدأ على بركة الله بالسؤال الأول. السؤال الأول حل المعادلات التالية. إذن المعادلة الأولى هي 5 إكس زائد 3 تساوي 13. إذن نحل المعادلات 5 إكس، المعادلة الأولى 5 إكس زائد 3 تساوي 13، يعني هنا لدينا معادلة بسيطة. لكي نحل هذه المعادلة يجب أن نتخلص من 3 أولا ثم من 5. لكي نتخلص من 3 نضيف مقابل 3 إلى الطرفين، يعني غادي نزيد ناقص 3 هنا ونزيد ناقص 3 هنا. إذا زدنا ناقص 3 غتمشي هاد 3، يعني تبقى لي غير 5 إكس على اليسار، وهنايا غتبقى لي 13 نزيد عليها ناقص 3، يعني تولي 13 ناقص 3. ولا كما كتقولوا نتوما هاد زائد 3 تجيبها هنا تولي ناقص 3، هكا كتقولوا معليش. يعني 5 إكس 13 ناقص 3 هي 10. باش نحيدو هاد 5 خصني نضرب واحد على 5 هنا وهنا، واحد على 5 هنا وهنا. نتوما كتقولو كنقسم على 5، يعني كنضرب واحد على 5 هنا وهنا باش متغيرش المتساوية. يعني إذا ضربنا هنا فواحد على 5 تبقى إكس، لأن 5 تمشي مع واحد على 5 كتساوي 10. فواحد على 5 هي 10 على 5، 10 على 5 هي 2. إذا حل المعادلة هو 2. نمشيو على المعادلة الثانية، المعادلة المعادلة هي إكس في 2 إكس ناقص 3 زائد 7 8 إكس ناقص 3 تساوي 0. هنا واحد الملاحظة جد مهمة، غادي نشوف إلا نشرت واش غنلقى معادلة من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية، واش فيها أوسيتنا ولا ما فيهاش إكس. إلا نشرت هنا ما كانش إكس أوسيتنا، ولكن هنا إكس في جوج إكس راه جوج إكس أوسيتنا، يعني كان إكس أوسيتنا. إذا هنا النشر غير صالح، التعميل واخا نشرت خصني نعمل، ضروري التعميل لأن عندي إكس أوسيتنا باش نحل المعادلة فيها أوسيتنا خصها التعميل. متفقين معايا هكا؟ اجي وشنو الا كانت ما فيهاش اكس و سيتنا هنا خصني نمشر وندير المجاهيل في والعدد في جهه، نمشر وندير المجاهيل في جهه. مثلا كون كانت هنا زوج ولا اربعه ولا شي عدد بلاصه اكس غادي ننشر وندير المجاهيل في جهه والعدد في جهه. ولكن مادام عندي اكس في جوج اكس يعني تعطيني اكس و سيتنا، الا نشرت غادي تبقى لي اكس و سيتنا وهنا تبقى لي اكس، اذا ما غاديش تحل لي المعادله. متفقين؟ خصني نعاود نعمل. اذا مادام خصني نعمل نشوف واش ممكن نعمل ديريكت او لا حتى ننشر. الا كتلاحظوا هنايا جوج اكس ناقص 3 ولا جوج اكس، إذا عندنا عامل مشترك، إذا نقدر نعمل ديريكت بلا ما نشر. يعني شكون هو العامل المشترك؟ هو 2 إكس ناقص 3. عاد راسك مزيان ما تضيعش الوقت، صافي اش كدير باللول؟ تبقى ليا إكس زائد 7. شو سطر واحد لو كان نشر غادي تطول على راسك الطريق، يعني وتقدر ما توصلش إلا نشر، تقدر من جهة تعمل تبلوكا ما تقدرش تعمل وتضيع الوقت. إذا نفكر في الأول بحال هكا، نشوف واش خصني نشر ولا ما خصنيش نشر. ألوغ مادام عندي إكس و سيتنا إذا ما خصنيش، خصني التعميل هو الأفضل. وكنشوف واش ممكن التعميل مباشرة ولا حتى نشر. إذا كان التعميل مباشرة أعمل مباشرة وهمني راسك، ما كانش مباشرة كتنشر. يعني دابا أنا جداء عددين يساوي صفر، يعني أحدهما يساوي صفر، يعني إما إكس زائد 7 يساوي صفر أو 2 إكس ناقص 3 تساوي صفر، هذا منهم. تفقد يعني إما إكس زائد 7 تولي بلي ناقص 7، أو ولا كنقولو نزيدو ناقص 7 للطرفين، 2 إكس نزيدو 3 تولي لنا تساوي 3، يعني إكس تساوي ناقص 7 أو إكس تساوي 3 على 2. نقولو إذا حلي أولا للمعادلة حلي
إكس يساوي ناقص 7 و إكس يساوي 3 على 2 ولا ناقص 7 و 3 على 2 وانت اكتبوا إلى بغيتو كاع تكتبوا تعبير أفضل. إذن للمعادلة حلين هما تكتبوا على كحسن. إذن للمعادلة حلين هما ناقص 7 و 3 على 2. إذن المعادلة رقم 3 زوج إكس زائد 1 على 3 المعادلة رقم 3 زائد إكس على 6 سواء على 2. إذن أنا باش غنحل هذه المعادلة كيكون فيها المقام عبارة عن عدد كنحاول نضرب في شي عدد باش يكون عندي نفس المقام مزيان. إذا ولا كنقول واحد المقام، إذا المقام الموحد بين 3 و 2 و 6 هو 6، مضاعف مشترك الأصغر 3 و 2 و 6 هو 6. إذا أنا باش نحصل على 6 خصني نضرب 2 الفوق و التحت، وهنا باش نحصل على 6 نضرب 3 الفوق و التحت، نضرب 2 الفوق و التحت. إذا ضربت الفوق ب 2، 2 ب 2 إكس هي 4 إكس، 2 في 1 هي 2 زائد 2، ضربت كلشي ب 2، و التحت إذا ضربت 2 غنلقى 6 زائد إكس على 6 تبقى هكاك. فوق باش هادي باش نلقى 6 في المقام خصني نضرب 3 الفوق و التحت، يعني 3 في 1 3 على 6 مزيان. هنا باش نحيد هاد 6 نضرب كلشي في 6، إلا ضربت كلشي في 6 غتمشي، يعني تبقى ليا 4 إكس زائد 2 زائد إكس تساوي 3. صافي دابا ولات المعادلة من الدرجة الأولى من جهة الجهة والعدد في جهة، 4 إكس زائد إكس هي 5 إكس تساوي 3. هاد الزوج تولي من هنا، هاد الزوج تولي من هنا، دونك ناقص 2 يعني إكس أول 5 إكس تساوي 1 يعني إكس تساوي 1 على 5. إذن حل المعادلة هو 1 على 5. إذن حل المعادلة هو 1 على 5 مزيان. نشوف واش نيشان ولا لا، نعاود. دونك هنا قلنا المقام الواحد هو 6، ضربنا هنا في 2 تبقى 4 إكس زائد 2 هي هاديك 4 إكس زائد 2، وهنا غتبقى إكس زائد 6 وهنا 3 على 6 هي هاديك، وكتبقى لنا 4 إكس زائد 2 زائد إكس تساوي 3 هي هاديك، 5 إكس تساوي 3 ناقص 2 هي هاديك. ألوغ نمشيو عند السؤال رقم 2، نحلو المتراجعات دونك بسهولة. نبداو بمتراجعة الحالة اللي ساهلة هادي، دونك 9 إكس نحل المتراجعات. دونك عندنا المتراجعة الأولى 9 إكس زائد 5 يساوي 5 إكس زائد 1، يعني دونك المجاهيل في الجهة والأعداد في الجهة، 9 إكس هاد 5 إكس تولي ناقص 5 إكس، يعني تبقى لنا 4 إكس، نحسب ديريكت أنا، هاد 5 إكس تولي ناقص 5 إكس، 9 ناقص 5 إكس هي 4 إكس، أصغر أو يساوي، هنا 1، وهاد زائد 5 تولي ناقص 5، 1 ناقص 5 هي ناقص 4، يعني نرجع نقول الناس، يعني إكس أصغر أو يساوي ناقص 4 على 4 اللي هي ناقص 1، دونك هادي هي ناقص 1 ياك، أي إكس أصغر أو يساوي ناقص 1. إذا حلول المتراجعة هي الأعداد الأصغر أو يساوي ناقص 1. صحيح. نمشيو عند المتراجعة الأخرى، هادي هي دونك هنا سمحوا لي نشوف بعدا ناقص 1 هنا، ناقص 4 يساوي 1، نقلو زي هادي ناقص 4، دونك هنا 9، إلا عوضنا مثلا بالصفر 9 نمشي يبقى 5 أصغر من 1، يعني ميمكنش يحل، دونك نعوضو بناقص 2
ناقص 18 زائد 5 هي هذيك صافي. دونك اي باش نتأكد من هاد الحلول صافي ربما غلط في الحساب. راه نمشيو عند الحالة الثانية اكس على 2 اكبر قطعا من اكس زائد 3 على 4 بنفس الطريقة نتاع المعادلة. نحاولو نوحدو المقام، إذا المقام واحد هو 4، يعني هنا باش نحسبو على 4 نضرب 2 الفوق والتحت، يعني تولي ليا 2 اكس على 4 اكبر قطعا من تما تبقى كما هي اكس زائد 3 على 4. نضرب كلشي في 4 و 4 عدد موجب الترتيب ما يتغيرش، تبقى ليا 2 اكس اكبر قطعا من اكس زائد 3. وهنا المجاهيل بجي والعدد بجي، يعني تبقى ليا 2 اكس ناقص اكس اكبر قطعا من 3، يعني اكس اكبر قطعا من 3. اذا حلول المتراجعه هي الاعداد الاكبر قطعا من 3 اكبر قطعا، هنا الاصغر يساوي اكبر قطعا. اذا السؤال 3 مزيان، السؤال 3 هو عباره عن مساله. دائما في المساله كنحاول نقلب على المجهول وكنكتب معادله، المرحله الاولى كنقلب على المجهول. نقراو التمرين. يصرف رب اسره تولد دخله، تولد دخله يعني كنهضروا على الدخل الشهري في التغذيه والكراء وسدسه في اللباس. اذا علمت انه يوفر 2000 درهم شهريا فما هو دخله الشهري؟ اذا وشنو غادي نقولوا احنا نسميو المجهول هو الدخل الشهري. نعتبر دونك حل المسألة وليكن إكس هو الدخل الشهري لهذا الشخص، هو الدخل الشهري لهذا الشخص. ألور إذا كان هذا هو الدخل، يعني اكس هو الدخل الشهري لدينا، شنو هي المعادله؟ قالك اودي يصرف هذا رب الاسره يصرف ثلث الدخل، ثلث يعني هذاك اكس زائد 3 هو الثلث، عفوا اكس على 3 هو الثلث، يعني الدخل مقسم على 3 هذا هو الثلث. التغذيه والسدس، السدس هو اكس على 4 في اللباس زائد اكس على 4 اللي كيضيعها في اللباس، عفوا اكس على 6 اللباس كيضيع اكس على 6 السدس، ها هو السدس. ويوفر 2000 درهم، كيوفر كتبقى له 2000 درهم. شوف دابا اكس على 3 هو اللي كيديعو في اللباس، عفوا في الاكل والكراء، اكس على 6 كيديعو في اللباس زائد 2000، شنو المجموع شنو كيعطيه؟ زائد 2000 اللي كتشاطلو في الشهر، والمجموع شنو هو الدخل الشهري، هذا هو الدخل الشهري، يعني المجموع هو الدخل الشهري والدخل الشهري هو اكس، اذا هذا هو اكس، المجموع هو اكس، متفقين؟ لحقاش الدخل الشهري هو الثلث ديال الدخل زائد الثلث ديال الدخل زائد 2000 درهم اللي كتشاطلو، هذه هي اكس. وكنحل هذه المعادله، كنكتب المعادله ونحل المعادله منطقيه وبساطه، يعني شنو غتولي؟ المقام واحد هو 6، دونك انا نديرو 2 اكس، ونقدر 2 اكس على 6 زائد اكس على 6 زائد هنا خصنا نضربو في 6 12000 على 6 تساوي 6 اكس على 6. إذن أول خطوة غادي نختزلو كلشي، ديك 6 نضربو في 6 كلشي غيمشي يمشي 6، يعني تبقى لنا 2 اكس مثلا تساوي 6 اكس، يعني ألا المجاهيل في جهة والعدد في جهة. هاد نبغى ندي الاكس من هنا ونخلي 12 من هنا احسن، دونك تولي لنا 12000 تساوي 6 اكس، هاد 2 اكس تولي لنا ناقص 2 اكس، وهاد اكس تولي لنا ناقص اكس، يعني 12000 تساوي 6 اكس ناقص 2 اكس هي ناقص هي 4 اكس ناقص اكس هي 3 اكس، 3 اكس صحيح، يعني اكس تساوي 12000 على 3 على 3، إذن تساوي شحال؟ 12000 على 3 هي 4000،
إذن الدخل الشهري لهذا الشخص هو 4000 درهم. ونتأكدوا احنا ما خسر والو، ها تاع الوسخ ونتأكد ممكن تصير ندور 4000 درهم. الا قلنا بها 2000 درهم اللي كاتشيطو تبقى 2000 درهم، 2000 درهم ياك، 2000 درهم اللي نقصنا منها شنو هو الثلث والسدس؟ الثلث والسدس 1 على 6 زائد 1 على 3 شنو يساوي؟ نحسبوها السدس والثلث كيساوي 1 المقام، تقول لنا 3 هنايا الزوج على 6 هنا 1 على 6 ممكن 1 على 6 زائد 2 على 6 تساوي 3 على 6 تساوي 1 على نختزل 1 على 2 النصف، يعني كتساوي النصف. النصف إذا النصف نتاع الشهرية هو 2000 درهم. تلاحظوا 2000 درهم اللي كتشيطلو زائد 2000 درهم اللي كياكلها، يعني كياكل النصف نتاع الشهرية. شنو هو النصف؟ هو الثلث والسدس هو النصف. ممكن 2000 زائد 2000 هي 4000. صحيح، إذا الجواب صحيح. صحيح، دائما اللي كنجاوب إلا بقى لي الوقت كنتأكد من الجواب ديالي واش صحيح، لا في المعادلات لا في المترجحات لا في المسألة. إذا انتهى التمرين الأول والتقي في التمرين الثاني بحول الله والله يوفقك.